كانت اللعبة هيك فرنش من قناة لا قد حبني مثل ما قال فرنش اليوم راح نلعب لعبة فورتنايت طبعا ماني وار تقول لك انت بد وار جد يعني بلس هذا لعبة كرون يعني ذي يعني اول من كنت عمره 7 سنوات يعني يعني سبع سنوات لعبة ماينكرافت كان في شيء اسمه بد وار فذا هي اللعبة بس نسخة فورتنايت انزين ذي اللعبة وقت يعني المهم قبل ما تنزل فورتنايت يعني اكيد ماينكرافت ماخذ كل شيء ولحد الان هي اخذ المركز الاول في احصائيات يوتيوب ماينكرافت هي المركز الاول انا عبالي فورتنايت امونج اس فول جايز وطاحين الناس ما يلعبوها ملمى انا دبل جد لا حد يسألني ليش حط ذا السكن وليش حط ذا الكومبو والله بس حبيت احطه والسكن ادري ما حد مقاطع بس ماشي مدير واحد ما عنده فلوس ما ادري بس ما ادري في حركة ودي اسويها لحظة ابني يا مدير سلام عليكم انا واحد شفته في حياتي تو يلفل تم اكل وانت شو اسمه تو يلفل وانا احول شكلك انت بالغلط انا تحب بنايتك و تبدأ تخش بكذا واو انا لازم اطلع على الصدق دي لازم هذا يسموه صوت الحمار مو هذا يسموه تدرب تمزج حيوان انا وابي اوت تستاهل الله انا عسكر الله انا غبي الله انا حيوان ما ادري انا ماب باور الشغل ماب باور نفسه لا لا لك الان باور بي او دبليو اي او هذا باور الفيشونك بس باور حق تسمع الافلام كل حد شكله والله من انت المدد يا معفن اقولك كم سلام عليك سلام عليك الله نوب خلاص انا نوب خلاص والله نوب وين حد الان ما يقدر دمجت بالغلط والله جيب $200 سعودي والله كذا تروح لك نسوي كذا والله بالغلط يا اخي كل شوية اسويها بالغلط يا اخي اخذت الخشبة على طول اقول السلام عليكم تعال اذا شايف فيها قوي تعال شايف فيها قوي قالك دمجك اذا انت شايف فيها والله اني عارف والله اني ما عارف جاي الدب هذا الله ياخذك الله يسامحك والمواد بداية 2021 وهذه اول جيم العب فيها
استاد في 2021. ما اول والله كتاب انا لعبت 13 بداية 2021. مش انت ما راح شفت واحد اسوي ذي حركة فيه 300 والله راح انا على مطمئن. انا عبي مشنو ايوه اخيرا برك الله جيب مليون جيب 50 40 ما في مشكلة. هذا مثل جايبها من قول لي اقول لك لا مو انا احترف وانا اسطوري بناية اسطورية ادري انا ما لها دخل بس بناية ها ما ادري يلا اشتري مفدر بستل هذا بستل مفدر ما ادري وش هذا بستل مفدر هذا والله قديمة هذا بستل قديمة لا قد هذا بستل مفدر ما ادري اول كنت اقوله انا مش كنت بقام بستل بستل معفن لا لما كنت استهبل اقول ما اقول ذا اقول ذا انا ما افهم ايه مطورة لا اقول لك انا مطورة بالبسة لا والله ايه مطورة استغفر الله ايه مطورة والله مطورة يا ابن الذين تولى حين نصلي الفجر حين قاعد نلعب ساعة الفجر اتوقع ف شت ام ديد اقول لا انا ليه اخذك اي بط لا انا بط لا والله امزح انت مو بط والله امزح يعني تبين اجيلك انا اسمي فيرلس ترجمها شوف ايش بيطلع لك مو فيرلس ما اوكي الترجمة فضلت انا اللي ما يخاف لا مكيتي ما يخاف بس لو الترجمة يعني ايه عجل ما يخاف شيء موايا يخرب ايه نكبت الله يبغى لي انا زي كذا اتوقع بجو زي الحركة اللي سووها في ال يا بوت والله بوت والله بوت البوت صل على النبي يا ابني انا مو قصدي انت يا فيرلي بوت دي مو قصدي انت معرق ذاك النوب اللي توني ذابحة جيب فلوس حطيت $15 فهمت اوكي ما فهمت اوكي شكرا يا مدير ول لحد لهم واحد مات نق هذا انا المكتب هذا احنا بسيط طويل 9 دقائق اطلع 9 دقائق والله يكفي بضل سنتين انا هنا اقول لك شكلي بضل هنا لا بس عندي 15 لا يا حيوان لا اوكي شكرا الله يحفظك والله ها كيف تبي
ايش جيب جبت تفسي خاله تولي يا مدير يا مدير خاله تولي اقول لكم اسوي لكم طريق عشان ما تكثروا صح والله انا فاهي انا عبالي حسن حتى مع ذا اقول لك تقدر تمجو ها سويت لكم مجال تمجو فيه ذا يا الله ياخذ جدك مدير تعال يا مدير ول انا جلدت الجلده لما خلاص انا قلت بس تمك وايل الله يا خدك الله يا خدك انا ما رجع اقول اللي بيقول لي وش قاعد تقول والله ما انا ما ابي ثمان مية هذا اقدر اسوي فيها قصر يا رجل جيب 16 كوين والله انا ما بسوي باقة لا تحسبوني انا محترف باركور جيب مدير هذا ترك العودة ولا تجي تذبحني انت وياه يا طوط الله ياخذك الله ياخذك الله ياخذك اوكي خلاص حوانت ما بخليكم ابدا سوي ذي الحركة يلا وينك شيل مدير جيب يلا تيم انا رقب طوري رقب طوط الحين طلع لي كون مول اتوقع كذا كوفي والله جيب هذا المدير ويجيب هذا الشراب الله يا اخي والله منفذ يشرب قدامي وانا حنا مرش لا حد ثاني يستورد الادت والله ما ادري ليش يعني مستعد في تكتات ليش تكتات انا متعمد اسويها ها $10 الله جيب $10 الو عمي ما ادري مين بهان لا انا ما ادري مين ما تعرف اسمه حتى والله يبغالك طق هاشم شكرا على الفلوس والبساط هذا اللي احتاج اطور ويش اطور البث اجيب مدير ولا وش ال الكف امك الدينية اقول لك دوم انا هاي بزيادة شيل هذا مدير هنا اقول لك خلا كذا جيب بس خشب ذا 300 انا اتوقع ذا بخلي الفيديو الجاي بكره حق تكمله حق هذا خلينا اتفاهم معاه كان معكم فيرلس بقال قد يا عبد الرحمن بقال فيرلس سلام عليكم.